مع بداية تساقط الأمطار تكرار لمعاناة النازحين وغياب للحلول في مخيمات الشمال السوري. تركيا لم تخرج من سوريا قبل تحقيق تسوية سياسية، ولا فرق لديها بين تنظيم الدولة وجبهة النصرة. منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان توثق استهداف النظام للعاملين في القطاع الطبي ومعاملتهم كمجرمين. نشرة أخبار المساء من حلب اليوم، أهلا بكم. مع بدء موسم هطول الأمطار تبدأ معاناة النازحين في مخيمات الشمال السوري، حيث تغمر المياه خيامهم ما يدفع المئات منهم للبحث عن بدائل وسط غياب الحلول من قبل المنظمات الإغاثية. ربما بات هذا المشهد مألوفا لدى الكثيرين مع شتاء كل عام، لكن المعاناة تقتصر على قاطني هذه المخيمات. موجة أمطار جديدة تعرضت لها مناطق إدلب وريفها سببت أضراراً بالغة في خيام النازحين، وحولت أرض المخيمات إلى برك طينية وسط عجز النازحين عن مواجهة ما حل بخيامهم. اليوم هالمطر أغراض نزلتناها برا، أطفالنا برا، يعني كل شيء حتى الغذاء ناكله برا زتيناه بالليل بهالمطر. ألوان حدا جاي حاطنا بحصات بابو غليل نمشي مثل الخلق، ما حد حق علينا ولا عسال عنا بالمرة. كثيرة هي المناشدات التي وجهها النازحون إلى المعنيين قبل دخول شتاء هذا العام، كانت أبرز مطالبهم تعبيد طرقات المخيمات وتأمين مستلزمات الشتاء من خيام جديدة وعوازل ومدافئ ووقود، لكن قلة الاستجابة واقتصارها على مخيمات دون أخرى فاقمت من معاناة النازحين في مخيمات أجبرهم القصف على النزوح إليها. عندنا أطفال، عندنا نساء حوامل، عندنا معاقين. اليوم إذا بدي يطلع المعاق يروح البيت المية أجلك الله ما يحسن يصل بالأمر السهل. وناشدنا المنظمات بالأمر هذا، حاسبين حساب للشتل مثل هذا الأمر. لله الأمر ما حد استجاب لحد الآن، الطرقات مي مفروشة، المعاق وين بدي يروح؟ فصل الشتاء الذي يعرف بموسم الأمطار والخيرات أصبح اليوم كابوساً على النازحين في المخيمات الذين تجاوزت أعدادهم عتبة المليون نازح، يتوزعون على قرابة 1200 مخيم في ريف إدلب يشتركون جميعاً في ذات المعاناة. أجى الشتاء وأجى الطوف وأجى البرد، عنا أطفال، عنا نساء، عنا عجزة، ألبسة شتوية ما في، تدفئة صفر معدومة، غلاء أسعار مو طبيعي، الحطب ما بقى نحسن نشتري، المازوت، كل أنواع التدفئة يعني ما أنا متوفرة نهائيا بالمخيم. غرق المخيمات بأمطار الشتاء وتلف متاع النازحين، ألم يتكرر مع شتاء كل عام ويتسع مداه مع استمرار موجات النزوح جراء القصف المتواصل على قرى وبلدات ريف إدلب. من داخل أحد مخيمات النزوح في بلدة كلب ريف إدلب الشمالي، منصور صبرا، حلب اليوم. مخيم شاكر في ريف حلب الشمالي واحد من عشرات المخيمات التي تعيش المعاناة في فصل الشتاء، حيث تسببت موجة الأمطار بغرق خيام النازحين وحولت مخيماتهم إلى برك طينية. بخطى أثقلها الطين ومياه الأمطار يتنقل هؤلاء الأطفال بين خيامهم. إنها أول أيام الشتاء التي يشهدها مخيم شاكر العشوائي بفصله الجديد. قيام هذه المرأة بفتح قناة صغيرة لتصريف مياه الأمطار عن خيمتها يعكس قساوة ما يعيشه الأهالي في المخيم الواقع على أطراف مدينة عزاز. خيام تعبانة، تدفئة مابو، مدرسة مابو، الله يساعدنا وطالبين المساعدة منكم، وكل إنسان الله يعني شريد أقول لك حالة تعبانة وبهالوحل عايشين، الله يساعدنا. لا يجد الأهالي هنا سبيلا للتدفئة إلا حرق بعض الأغصان التي جمعوها من هنا وهناك، فالمنظمات وفقا لسكان المخيم لم تقدم لهم ما يلزمهم من فحم وأغطية. أما من يمتلك خيمة فقد يعتبر أكثر حظا ممن التحق بالمخيم مؤخرا وليس لديه من مأوى لأولاده إلا غطاء سقف فيه آليته
ليجعل منها بيتا صغيرا يحميهم من الأمطار. نحتاج خيام، ما عندنا خيمة وما عندنا لا تدفئة ولباس، ما عندنا يعني مثل ما انت شايف ما طلعنا غير بلباسنا ايوت هذا لابسين. سفنجات عندي، هاي سفنجة وهاي سفنجة بس. ما يقارب 150 عائلة يسكنون هذا المخيم قادمين من منطقة أبو الظهور وما حولها. تتقاسم تلك العوائل دفع مبلغ 800,000 ليرة سنويا لصاحب الأرض التي يقيمون عليها، رغم فقر حالهم الذي يشبه حال عشرات المخيمات في مناطق الشمال السوري. وينضم إلينا من ريف إدلب مراسل حلب اليوم منصور صبرة. منصور، كم عدد المخيمات التي تضررت بفعل الأمطار في ريف إدلب وحلب؟ نعم ماجد، بالعموم جميع المخيمات التي تتواجد في حلب وإدلب تضررت جراء هذه العاصفة المطرية، لكن حجم الضرر يختلف من مخيم إلى آخر. عدد المخيمات المتواجدة هي 1200 مخيم تضم ما يزيد عن 1,000,000 نازح قاطن داخل هذه المخيمات. بعض المخيمات في قبل دخول فصل الشتاء كانت هناك محاولات لتلافي كارثة العواصف التي تقع في فصل الشتاء، حيث تم إقامة بعض الصرف الصحي وبعض السواد الترابية حول بعض المخيمات، لكن معظم المخيمات حقيقة لم يتم تخديمها وتجهيزها لاستقبال فصل الشتاء، ما تسبب حقيقة بأضرار كبيرة في معظم مخيمات الشمال السوري. أبرز هذه الأضرار ماجد كانت هي تحول أرضية المخيمات إلى مستنقعات وبرق طينية، إضافة إلى دخول المياه إلى داخل خيم النازحين وهو ما أغرق أمتعتهم، واضطر النازحين إلى الخروج إلى العراء وسط عجزهم حقيقة وعدم امتلاكهم لأي وسيلة لتصريف هذه المياه عن مخيماتهم. أيضا هذا الأمر يترافق مع عجزهم عن تأمين وقود أو حطب للتدفئة وسط غلاء الأسعار وإحجام معظم المنظمات عن تقديم مواد التدفئة اللازمة أو المدافئ، خاصة في فصل تزداد فيه البرودة يوما بعد يوم. طيب المنظمات، يعني إذا لم تقدم المنظمات، هل هناك مبادرات من هنا أو هناك لمساعدة هؤلاء؟ نعم ماجد، المبادرات تكون حقيقة خجولة نوعا ما، باعتبار أن أعداد النازحين الذين يتواجدون في الشمال السوري يقارب ربع السكان القاطنين في الشمال السوري. محافظة إدلب تضم يقارب 4,000,000 نسمة، أكثر من 1,000,000 نسمة هم نازحون ويقيمون في المخيمات، وهو ما يجعل حقيقة المبادرات الفردية غير قادرة على تلبيه المتطلبات. حجم الكارثة يحتاج حقيقة إلى تدخل دول وإمكانيات كبيرة لتلافي هذه الأزمات وهذه الكوارث التي تقع مع كل موجة مطرية تضرب مناطق الشمال السوري. من ريف إدلب مراسل حلب اليوم منصور صبرة، شكرا جزيلا لك. تستمر الاشتباكات بين قوات النظام وفصائل المعارضة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي في محاولة من قوات النظام التقدم على جبهة أم جلال. مراسلنا إبراهيم السويد والتفاصيل. شنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية على قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي. هذه الغارات تركزت على مدينة كفرنبل في ريف إدلب، بالإضافة إلى بلدات معرة حرمة وحاس وبلدة كفرومة في ريف إدلب أيضا. أيضا الغارات استهدفت قرية إسحال في الريف الشرقي لمعرة النعمان بغارات جوية روسية. هذه الغارات تسببت بسقوط منازل في الأحياء السكنية في تلك القرى التي تم استهدافها بغارات جوية روسية. طبعا بالتزامن مع هذا القصف الذي تشهده مناطق ريف إدلب الجنوبي، المعارك لا تزال مستمرة على قرى وبلدات أمتينة ومحور أم جلال في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. مصادر عسكرية تحدثت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام في محاولتها التقدم باتجاه محور أم جلال ومحور أمتينة. بالتزامن أيضا مع هذه الاشتباكات، مروحيات النظام منذ صباح هذا اليوم تستهدف تلال الكبينة بعدة براميل متفجرة في ريف اللاذقية الشمالي. أكدت تركيا أنها لا تنوي الانسحاب من سوريا قبل تحقيق تسوية سياسية، مشيرة إلى أنها لا تفرق بين تنظيم الدولة وجبهة النصرة.
وخلال مشاركته في أعمال منتدى الحوار المتوسطي في روما، اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو نظام الأسد وحلفائه بجلب عناصر جبهة النصرة إلى إدلب، معتبراً أن خروج بلاده من سوريا سيكون لمصلحة من وصفهم بالإرهابيين، ومشدداً على أن تركيا لن تخرج من سوريا قبل تحقيق تسوية سياسية للأزمة في البلاد. ومعنا طه عودة أوغلو الخبير بشأن التركي من اسطنبول. أستاذ طه، هل يعتبر تصريح وزير الخارجية التركي تهديدا عسكريا صريحة لهيئة تحرير الشام، وما هي السيناريوهات المحتملة؟ أستاذ طه هل تسمعني؟ نعيد السؤال. أستاذ طه هل أنت معي؟ لا تفضل. نعم، حذرت أو هل يعتبر تصريح وزير الخارجية التركي تهديدا عسكريا صريحا لهيئة تحرير الشام، وما هي السيناريوهات المحتملة؟ نعم، يعني أعتقد يعني التصريحات الجديدة وخاصة فيما يتعلق بهيئة تحرير الشام، خاصة يعني في ظل الوضع أو الأوضاع الأخيرة في محافظة إدلب، وكما تعلمون كانت في الفترة الأخيرة كان هناك تصعيد كبير من قبل الروس ومشيات النظام في تلك المنطقة، وهناك أيضا كانت بعض فيما يتعلق بالمطالب أو في بعض الخطوات ضد تركيا بسبب صمت تركيا حيا ما يجري في إدلب. أعتقد أن أنقرة وحاليا بعد النقاشات الأخيرة أو بعد التفاهمات الأخيرة مع الروس، هناك حالة من الضغط على هذه الفصائل من اجل يعني حفاظ الامن ومن اجل حفاظ المدنيين في تلك المدينه او المحافظه. طيب، كيف يمكن فهم تصريح أوغلو الذي اتهم نظام الاسد بادخال عناصر جبهه النصره الى ادلب؟ يعني حاليا تركيا يعني خاصه فيما يتعلق بموضوع ادلب، وهناك تعي تماما بان النظام هو يحاول منذ ليس منذ ايام، منذ اشهر طويله، على الرغم من التفاهمات وعلى الرغم من المفاوضات التي عقدت مع الدول الضامنة، هو دائما يحاول قبل أكبر مساحة من الأراضي، ومن خلال يعني هذه المنظمات إحراج تركيا من جهة، وأيضا هو قرق وإبطال كل التفاهمات التي حصلت في تلك المنطقة. نعم، طه عودة أوغلو الخبير بشأن التركي من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. رئيس مكتب الأمن الوطني التابع للنظام يدعو أبناء العشائر العربية في الحسكة للانسحاب من صفوف قسد. بينما مليارات الدولارات في أرصدة حفنة من المتسلطين على مقدرات البلد، هناك وجه آخر للاقتصاد السوري مخصص للشعب. ليرات تتبخر قيمتها مع الوقت، مباني مدمرة وطوابير طويلة تثقل كاهل السوريين. أما التيار الكهربائي فهو غائب أو بحكم الغائب. أيضا في سوريا سوق سوداء تقضم ما تبقى من مدخرات لدى الشعب. في برنامجنا نقترب من الناس ونسلط الضوء على همومهم وإنجازاتهم، ونحلل واقع الاقتصاد السوري ونستشرف مستقبله مع خبراء اقتصاديين. برنامج اقتصاد سوري تتابعونه معي أنا عبادة حيدري على قناة حلب اليوم.
مرحبا بكم من جديد في أخبار نشرة أخبار المساء من حلب اليوم. قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون في تصريح صحفي إن الأطراف السورية في مفاوضات تشكيل اللجنة الدستورية ترغب في إحراز تقدم بالمباحثات. وأضاف بيدرسون أن الوضع خطير للغاية في سوريا وأنه حان الوقت للبدء في مرحلة سياسية تنهي آلام الشعب السوري، مشيرا إلى أن الجولة الثانية من المفاوضات كانت أصعب، غير أن الأطراف أكدت رغبتها في إحراز التقدم. من جانبه قال المبعوث البريطاني لسوريا مارتن لونغدن عبر تويتر إنه من المحزن سعي نظام الأسد إلى إفشال محادثات اللجنة الدستورية. وأضاف لونغدن أن سعي النظام في إفشال المحادثات يثير الشكوك حول التزامه بعملية سياسية حقيقية. حذرت منظمة سوريا من أجل الحقيقة والعدالة من عمليات إعدام تعسفية لخمسة معتقلين نقلوا من سجن السويداء إلى صيدنايا. ولفتت المنظمة في تقرير لها إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها اقتياد معتقلين بشكل جماعي، حيث دخلت الشرطة العسكرية بعدد كبير من العناصر إلى القسم واقتادت المعتقلين الخمسة بعد تغطية رؤوسهم بقماش أسود وتكبيلهم وسط حالة رعب وخوف بحسب المنظمة. قالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان إن نظام الأسد أقدم على اعتقال وتعذيب العاملين في القطاع الطبي ومعاملتهم كمجرمين. على هذا الحال ينبغي للأطقم الطبية أن تقضي عملها، إلا أن للصورة رؤية أخرى في سوريا ترسم طائرة النظام والروس منها جزءا، ويكتمل المشهد في زنازين النظام ومعتقلاته. جريمتي الوحيدة كانت أنني طبيب. تقرير لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان وثقت فيه استهداف نظام الأسد للعاملين الصحيين بالاحتجاز والتعذيب والقتل. أنتم أخطر من الإرهابيين، نحن نقتلهم وأنتم تعيدونهم. هذا ما سمعه طبيب في فرع المخابرات الجوية، فيما ترسم شهادة أخرى صورة لما يتعرض له الأطباء والصيادلة والممرضون والمسعفون، حتى الذين ينقلون الدواء. اغتصاب وتعذيب وقتل، لا يختلف حال أصحاب الياقة البيضاء عن بقية المعتقلين. القانون الدولي الإنساني ينص على وجوب حماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي والمرافق الطبية وإتاحة فرصة الوصول الآمن للخدمات الطبية أمام المصابين والمرضى. دنداني وثقت المنظمة الحقوقية انتهاكهما أكثر من 580 مرة في سوريا منذ بداية ثورة. انتهاكات واعتداءات وقف نظام الأسد والروس وراء 90% منها. 914 من الكوادر الطبية قتلوا منذ آذار 2011 حتى تشرين الثاني الماضي، 91% منهم قضوا على يد النظام وروسيا، بينهم 122 تحت التعذيب. التقرير الذي لم يلقى ردا من النظام يقول إن من خرج من المعتقلات حيا بجسده يعيش في سجن الذكريات وآلام التعذيب. أعلنت وزارة الدفاع التركية تفكيك القوات الخاصة مئات الألغام في منطقة عملية نبع السلام شمال شرق سوريا. وفي بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية قالت إن قواتها تمكنت من تفكيك نحو 1300 لغم أرضي و750 عبوة ناسفة زرعتها عناصر قوات سوريا الديمقراطية قبيل انسحابهم من المناطق التي سيطر عليها الجيش الوطني في الفترة الماضية. وأكدت الوزارة مواصلة الكوماندوز أعمال التمشيط والبحث عن الألغام والمتفجرات لتوفير الأمن والاستقرار للأهالي ولإعادة الحياة إلى طبيعتها. تظاهر المئات في معبر باب السلام الحدودي مع تركيا في ريف حلب الشمالي مطالبين الجيش الوطني السوري والقوات التركية للقيام بعمل عسكري لاستعادة السيطرة على قرى منطقة تل رفعت الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب التابعة لقسد. نحن خرجنا مظاهرة بالمطالبة بأبسط حقوقنا، نحن صرنا أكثر من 4 سنين مهجرين في الخيام تل رفعت وما حولها من أجل مطالبة في إسقاط حزب البيكيكي الإرهابي وطرد الميليشيات الإرهابية هي البيكيكي والبويدي من مناطقنا المغتصبة وتحرير مناطقنا.
أولا، وثانيا نحن لن ننسى هدفنا الأول هو إسقاط هذا النظام المجرم الذي طغى في الأرض وهجر من أكثر من 13 مليون مهجر من سوريا، وأكثر من مليون معتقل وأكثر من مليون شهيد. والآن روسيا وهي وزبانيتها إيران وحزب الشيطان والميليشيات العراقية التي تستهدف مدننا في سوريا هي مدينة إدلب، نحن معها، نقول لها نحن معكم حتى تحرير والنصر بإذن الله من هذه الطاغية هي بشار وزمرته بإذن الله تعالى. دعا رئيس مكتب الأمن الوطني التابع للنظام علي مملوك العشائر السورية في مناطق شرق الفرات لسحب أبنائهم من صفوف قوات سوريا الديمقراطية، وذلك خلال زيارته الخاطفة إلى مدينة القمشلي. وقالت وكالة هاور التابعة للإدارة الذاتية إن مملوك التقى باللجنة الأمنية في محافظة الحسكة ومع شيوخ العشائر العربية وعدد من الشخصيات في صالة مطار القامشلي لمدة 4 ساعات لدعوتهم لسحب أبنائهم من صفوف قسد. ينضم إلينا صهيب جابر الصحفي من الحدود التركية السورية. سيد صهيب، هل يمكن اعتبار دعوة مملوك بمثابة إعلان حرب على قوات سوريا الديمقراطية؟ بداية أحييكم وسادة مشاهدي حلب اليوم. طبعا إجابة على سؤالك، يعني لا يمكن أن نعتبر هذا، لأنه هنالك بالأساس قتال في خندق واحد بين قسد وبين ميليشيات الأسد، وهنالك اجتماعات يعني للتنسيق حول دمج قسد ضمن جيش النظام أو جيش ميليشيات الأسد المتواجدة في المنطقة، وهذا بات جليا الآن. لكن نستطيع أن نقول أن هذه الزيارات من عدد من المسؤولين التابعين لميليشيا أسد هي أصبحت الآن في الآونة الأخيرة معتادة، خاصة يعني أن هنالك تنسيق أيضا بين حسام قاطرجي الذي أنشأ ميليشيا في مناطق نفوذ قسد وكان يدعمها بشكل واضح طبعا تحريكها في أي مسألة يعني يحتاجونها في مناطق نفوذ قسد، ولا يعني لا يستبعد أن يكون هنالك دمج بين قسد ضمن جزء من ميليشيات الأسد مستقبلا. لكن بالعودة للحديث عن هذه الزيارة تحديدا، هي أتت أثناء زيارة قصيرة يبدو أنه تم التخطيط لها سابقا، لذلك لم تستمر طويلا. 4 ساعات كانت المدة الزمنية للاجتماع بين علي مملوك وعدد من ممثلي المجلس العشائري التابع لقسد لحثهم للاندماج بشكل رسمي ضمن صفوف ميليشيات الأسد. في طبعا كان هذا الاجتماع ضمن يعني فترة قصيرة في مطار القامشلي الذي أصبح أيضا قاعدة روسية، وبالتالي يبدو بأن التنسيق على مستوى عالي بين جميع هذه الأطراف في المنطقة ضد أي جهة من المعارضة السورية سواء شمال شرق سوريا أو في مختلف المناطق. طيب صهيب، لماذا يركز النظام على العشائر العربية أكثر من غيرها في المنطقة؟ حقيقة يعني سؤال مهم. هنالك تركيز ليس فقط من قبل ميليشيات الأسد، إنما أيضا من الولايات المتحدة، من روسيا، من جميع القوى المتواجدة، حتى من ضمنها يعني تركيا، لأنهم يعني يعرفون بأن تركيبة سكان هذه المنطقة، المناطق الشرقية، 3 محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، هي معتمدة بشكل أساسي على أبناء العشائر الذين يعني هم منتشرين في هذه المناطق، وهم يأهلون طبعا المدن بشكل مكثف، وبالتالي يعني يحاولون أن يؤثروا على الوجوه العشائرية أو الوجوه ذات الأكثر تأثيرا في هذه الأوساط لجمع المزيد من المقاتلين وزجهم في المعارك. صهيب جابر الصحفي من الحدود التركية السورية، شكرا جزيلا لك. نفى مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية لقناة روسيا اليوم وقوع أي هجوم على حقل العمر النفطي في ريف دير الزور، وأكد المسؤول للقناة أن الأصوات التي سمعت كانت لتدريبات مشتركة بمختلف أنواع الأسلحة بين قوات التحالف الدولي وقسد داخل الحقل، وكانت وكالة أنباء النظام سانا نشرت خبرا مفاده أن مجهولين هاجموا القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي. أنشأت ميليشيا الحرس الثوري الإيراني منطقة صناعية خاصة بها في مدينة البوكمال بريف دير الزور،
ونقلت وكالة سمارت عن مصدر وصفته بالخاص أن الحرس الثوري أنشأ المنطقة الصناعية تحت مسمى التعميرات الإيرانية في مكان تعود ملكيته لمدني مهجر في منطقة القبان، مضيفا أن المنطقة محاطة بمنازل استولت عليها الميليشيات الإيرانية في أوقات سابقة. اتفقت اللجنة الإيرانية السورية المشتركة على التعاون في مجال الطاقة المائية في إطار عملية إعادة تأهيل المنظومة المائية في سوريا، وتتضمن المذكرة بحسب ما نقلت صحيفة الثورة الموالية تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال إنشاء السدود والآبار السطحية والمعدات والمضخات المائية، إضافة إلى إنشاء محطات معالجة المياه والصرف الصحي وشبكات نقل توزيع المياه، وكذلك محطات تحلية المياه في سوريا. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. تقرير أمريكي يكشف أن اسم محمد ضمن أكثر 10 أسماء شعبية بالولايات المتحدة هذا العام. مشاهدة الخبر وحده لا تكفي. ما أسبابه؟ ما ارتباطه بالأحداث الأخرى؟ وما هي أبعاده؟ نسأل أطراف الخبر والفاعلين فيه، ونحاول فهم أبعاد ما يجري لتكون الصورة أوضح. كونوا معي، أنا عمار الشاعر في ثنايا مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. قال موقع صوت العاصمة المحلي إن مجهولين مزقوا صورة لرأس النظام بشار الأسد وخطوا عبارات مناهضة للنظام، وذلك في إحدى مدارس مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق،
وبحسب الموقع فإن فرع أمن الدولة التابع للنظام أغلق المدرسة حتى إشعار آخر ومسح عناصره العبارات، كما نفذوا حملة دهم طالت عشرات المنازل في محيط المدرسة بحجة البحث عن الفاعلين. قالت صحيفة المدن إن تجار دمشق تفاجأوا بما يسمى بلجان استعلام ضريبي جديد مكلفة بالتحصيل الضريبي وتابعة بشكل مباشر للقصر الجمهوري. وأضافت الصحيفة أن اللجان القديمة التابعة لوزارة المالية بحكومة النظام تغيرت بشكل كامل قبل نحو 3 أشهر، وتم تكليف لجان جدد تابعين للقصر الجمهوري وهي أشبه بالاستخبارات، ومهمتها تحصيل ضرائب من التجار من دون أدنى اعتبار لوضع السوق بحسب الصحيفة. أفادت وكالة سمارت بأن العاصمة السورية دمشق تشهد ركوداً في حركة البيع والشراء نتيجة الانهيار الشديد لليرة السورية أمام الدولار. ونقلت سمارت عن أحد التجار قوله إن عمليات البيع خفيفة جداً بسبب ارتفاع الأسعار، لأن الشركات التجارية رفعت سعر منتجاتها سواء المصنعة محلياً أو المستوردة في وقت يقوم التجار بشراء بعض المواد الغذائية لتخزينها وبيعها لاحقاً وفق الوكالة. هذا ووصل سعر الدولار الواحد إلى 945 ليرة سورية، وهو أسوأ سعر وصلت له الليرة منذ صدورها. أعلنت وزارة النقل التابعة لحكومة النظام إعفاء الشاحنات العراقية من الرسوم عند دخولها الأراضي السورية من معبر البوكمال القائم، ونشرت الوزارة القرار على صفحتها الرسمية في فيسبوك، وقالت إنه لتسهيل حركة النقل إلى العراق وخاصة تصدير الحمضيات والمواد الزراعية السورية وغيرها. وكانت الوزارة أعلنت العام الماضي رفع رسوم العبور الترانزيت البري لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية. تعتزم ألمانيا ترحيل عدد من اللاجئين السوريين المدانين بارتكاب جرائم خطيرة إلى بلادهم. وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن وزارة الداخلية الألمانية عزيمة على اتخاذ قرار الترحيل بحق هؤلاء، مشددة على أن الترحيل يستهدفهم فقط دون غيرهم. أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات تبلغ نحو 300 مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان. ووفق صندوق الاتحاد الأوروبي ستوجه المساعدات لتوفير المزيد من الدعم للاجئين في مجال تأمين المعيشة والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والبنية التحتية الخاصة بالماء والصرف الصحي. خرج المتطوع في الدفاع المدني نضال دبدوب من حي الوعر في حمص بعد تهجير سكانه إلى الشمال السوري، واستأنف نضال عمله الإنساني في مدينة جرابلس شرقي حلب. المتطوع نضال دبدوب من مركز دفاع مدني في مدينة جرابلس، حالياً أنا مدير مركز دفاع مدني في مدينة جرابلس. عمل مركزنا في مدينة جرابلس رفع على تخديم الناس المدنيين اللي بحاجة لمساعدة والتدخل في حالات الكوارث الطبيعية أو الكوارث اللي تحدث نتيجة حوادث اليومية من حرائق، من حوادث سير، من حالات غرق. طبعا عملنا على تخديم نسبة كبيرة من المدنيين في مدينة جرابلس. أنا بلشت بالدفاع المدني طبعا بسبب مجزرة صارت بحي الوعر، هي انضرب أكثر من 100 هون على الحي، صار عدة إصابات وما كان في لا فريق مختص ولا كان في سيارات مختصة بنقل المصابين. هذا الشيء أثر فينا وأثر ببعض الشباب اللي نحن اجتمعنا وأسسنا فريق دفاع المدني بحي الوعر. طبعا يعني عمل المتطوعين ما حدا بيعرفه غير الشخص اللي قام فيه. الناس يمكن تشوف المتطوع شخص طبيعي، بس هو المتطوع دائما بيقدم اللي أكثر ما عنده بالأوقات اللي بيكون الناس بحاجة لمساعدة، بيكون ناس بكوارث، فالمتطوع بيحاول يكون السند والعون للناس لحتى يساعدها من الكارثة أو يخفف عنها معاناتها. أنا برأيي أنه العمل الإنساني هو صفة بالبني آدم، ما هو وظيفة أنك أنت تتعلمها أو مهنة أنك تتعلمها. العمل الإنساني هو شيء من جواتك بيدفعك لأنك تساعد الناس،
تخفف من معاناة الناس، تكون أنت سند لأي شخص بحاجة لمساعدة في وقت ما بيكون في حدا حواليه. انتشرت فئة الألفي ليرة سورية بشكل كبير في أسواق المناطق المحررة شمال سوريا، وذلك بعد انهيار العملة السورية أمام الدولار الأمريكي. كل هذه الحزم تختصر ربما بعشر أوراق فقط من فئة المئة دولار أمريكي. انهيار سريع للعملة السورية بشكل غير مسبوق. الدولار الواحد تجاوز 950 ليرة سورية خلال الأيام الماضية. فئة الألفي ليرة غزت أسواق المناطق المحررة بأرقام تسلسلية، وهي بحسب اقتصاديين مجرد أوراق لا تملك رصيدا، غرض النظام منها جمع الدولار من الأسواق مجانا. الارتفاع اللي عم نشوفه اليوم هو ارتفاع جنوني، وهو الأول من نوعه في تاريخ الليرة السورية. مما بدي هذا الوضع اللي بخلي العالم تواجه صعوبات كبيرة في تأمين مستلزماتها، وإجراءات المركزي اللي عم نشوفها كلها مسكنات للأزمة. الحكومة السورية المؤقتة سبق أن أصدرت قراراً في 2017 منعت خلاله التعامل بفئة الألفين، لكن دون تطبيق فعلي لهذا القرار. تزويرها سهل، لا تكلف النظام شيء بسيط. احنا تعاملنا بالألفين وحتى بعملة النظام بيساعد النظام، ولكن في بعض الظروف تقضي انه تتواجد، ولكن نحاول انه الألفين بشكل خاص، لانه الألفين هي ضد الثورة، تحدي للثورة. نقابة الصاغة في مدينة يعزاز اصدرت بيانا ألزمت فيه الصاغة في المدينة ببيع وشراء الذهب بالليرة التركية، وذلك لعدم استقرار الليرة السورية وتجنبا للمزيد من الخسائر. يعني عندنا الفروقات اللي عم تصير بين اسعار الدولار والسوري باللحظة وبالدقيقة. امبارح حطينا سبع أسعار على السوري قبل ما نغير السعر على التركي، عم تصير فروقات كبيرة. هلا لقينا الحل المناسب انه ناخد سعر الذهب على التركي ونبيع ونشتري على التركي، واللي بده سوري ما في مشكلة، واللي بده دولار ما في مشكلة. الانهيار والتضارب إن لم يؤثر على حكومة النظام واقتصاده سيضر حتما الشعب السوري، لا سيما مع الغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية والمحروقات ومستلزمات الحياة المعيشية. كل هذا يضاف إلى ظروف الحرب القاسية التي يعيشها الأهالي في الشمال السوري. العامل إيش بده يأكل وإيش بده يشرب، كلها بضب السوري، وما في ما في عنده، كلها دولار، كلها شغلة الدولار ارتفاعه، وهذا بيلعبوا فينا لعب. يعني صار يصف لعب تجار ولعب أمريكا، على مفروض ينفرض على 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 النظام، مو علينا نحن كشعب. نحن شعبنا درويش وعامل، كله عم بيشتغل بده يأكل قمته ويعيش فيها. أسواق الشمال السوري ربما تبوح عن الانكماش الاقتصادي، فلا بيع أو شراء كما في الأعوام السابقة بالتزامن مع انعدام فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة، أمر يبرر انعدام الدخل لنسبة كبيرة من العائلات في شمال سوريا. كشفت شركة الأبحاث الأمريكية بيبي سنتر أن اسم محمد جاء ضمن أكثر عشرة أسماء أطلقت على الأطفال حديثي الولادة بالولايات المتحدة خلال عام 2019. وأوضح التقرير أن العائلات المسيحية وغيرها من المنتمية للأديان الأخرى غير الإسلام لديها خيارات كثيرة في مسألة تسمية أطفالها، مشيرا إلى أن المسلمين الذين يعيشون في الولايات المتحدة يستمرون في إطلاق اسم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم على أطفالهم، وكان اسم محمد تصدر قائمة أكثر الأسماء شعبية للمواليد الذكور في بريطانيا خلال 2019، ودخل لأول مرة قائمة الأسماء الأكثر رواجا في فرنسا. قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. مع بداية تساقط الأمطار تكرار لمعاناة النازحين وغياب للحلول في مخيمات الشمال السوري. تركيا لن تخرج من سوريا قبل تحقيق تسوية سياسية، ولا فرق لديها بين تنظيم الدولة وجبهة النصرة. منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان توثق استهداف النظام للعاملين في القطاع الطبي ومعاملتهم كمجرمين. ختام النشرة. مشاهدين، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.